في شهر رمضان الكريم يوفى الصائم أجره بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، وانعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.